هاد الناس الشباب ما خاصهمش، هاد الناس بعدا ما خاصهمش يخدموا في باركينج، ما عندهم حتى علاقه بلا باركينج لا والو. والناس اصحاب السيارات ماشي اوبليجي عليهم يعطيو للناس، يعطيو لاي اساس ولا يعطيو لاي واحد. هذه حاجه باينه، ما خاص بنادم يعطي حيت مخلص الضريبه ديالو، مخلص القانون ديالو، وما كايناش الطريفه، ما كاينش يقولك 5 دراهم 10 دراهم يبداو يزيدوا على الناس. راه اللي بغى يعطيك شي حاجه يعطيك لله في سبيل الله، ماشي شي يعطيك باش تغلي عليه وتحقرو وما يعايروش الناس وما يقولوش لهم كلام خايب وما يوقفوش عليهم يبتزوهم. كاين بزاف حيت حركات هنايا اللي كاين هنا عندنا، بحال هنا عندنا هنا في الشارع بنادم تيخدم باش يمشي يجيب شي حاجه خايبه، ما تيخدمش على باش يدي لدارهم ولا يخلص الكرا ولا على وليداتو ولا لا بلاج. هما اللي خرجوا على كل شيء، ما خلاو حتى واحد، خرجوا على الناس كاملين، خرجوا على الناس اللي عندهم الباج ديالهم كاع حيدوا لهم رجال السلطه. علاش؟ حيت ما كاينش بزاف ديال الحوايج ما منظماش، تيجيو تيبتزو الناس تيقول لي 20 درهم 10 درهم 300، ما كاينش الطريفه كاع. الدوله دايره الطريفه في 2 درهم، ما كايناش هادي كاع في حتى بلاصه اللي يعطيه هذيك. او 2 درهم ولا كان بارك فيه تيكي، ماشي 2 درهم يعطيها العشوائي ولا كيف حال. دابا انا تخدم عشوائي ما عنديش البديل، ما كاينش. هذه هي الحرفه 17 عام وانا فيها، كان عندي الباص جراحه حيدوه، دابا راه حيدوه الغاو حيت ما بقاتش رخصه ديال حارس السيارات كاع، دابا تحيدات نهائيا، ما بقاش معترف بها. دابا راه بنادم اللي تيعرفك راه تيتعامل معاك وتيساعدك، واللي ما تيعرفكش راه خاصك تتعامل معاه على حد المعقول، ما توقف عليه ما تبتزو ما تعاير وما يعايرك، يبقى النظام يبقى داك الشيء مزيان باش انت تمشي مزيان، ما يقول لك لا السلطه انت باسل لا والو لا حتى واحد. الجماعه خاصها تكلف داك الشيء صافي، الجماعه اللي خاصها تكلف، كل جماعه تكلف بهذا الشيء ديال موقف ديال السيارة، شي ديال الجيريات راه ماشي معقول. اللي جاو يلبس الجيري يقول لك انا غارديان، راه ماشي معقول. الجماعة تشوف هذه القضية هذه، كل مقاطعة تشوف هذا الشيء. 30 عام انا هنا، اللي عطاني الله يجعل بركة، اللي ما عطانيش الله يجعل بركة. كان بسال على حتى شي واحد، وين باركين هما اللي مكلفين بهذا الشيء. حنا عندنا هذه المشاكل ديال هذه الغارديانة، تتوقف بالطاكسي ما كتلقاش، ملي كتجي ديماري الطاكسي ديالك كيجي يوقف عليك، ملي كتقول ليه شنو كاين يقول لك غارديان، بحال تيفرض عليك راسو. كنلقاو مشاكل معاهم بزاف، يا اما يبدا يسبك يا اما يبدا يتوقف اللي يتعرض لك في قدام الطوموبيل ما تيخليكش تمشي، حتى كتلتجئ معاه الامن عاد كيولي يتراجع. عندنا مشكل زعما كثير مع هادشي ديال الغارديانات اللي كيجي كيفرض عليك راسو بدون سند قانوني، ما عنده لا بادج ما عنده حتى شي حاجه. هاد القضيه ديال البحر ما تنفهمهاش، لان كيجيبوا لك شي تيكيات، هذيك التيكيات فيهم شي سيريات انا ما تنفهمهمش، وتيفرض عليك 10 درهم ولا 20 درهم للطوموبيل. ما عرفتش هاد الجهات هذه اللي عاطيه لهاد الناس موقفاهم تما بجيريات وعاطيهم كارنيات، واش زعما الامن ما كيدوزش من تما، ما كيشوفهمش، ما كيلقاوش مشاكلهم مع الناس. ما تتفهمهاش. خص الدوله خويا السلطات زعما تدخل في هاد الشيء ودير حل. لي باركينغ راه باينين، والناس اللي غتجي تفرض على راسها على الناس ما كاينش لاش تبقى، لان كيتجاوزوا القانون كيوليو يفرضوا عليك واحد التعريفه فوق الطاقه ديالك. اللي كنشوف هاد الدائره هذه باللي الناس هذا ما كثروا، فهمتي؟ ولا كل واحد كيهز الجيلي ديالو كيخرج للشارع كيقول باللي هو راه شاد شي باركين. من كل ساعه كيتبدلوا اشكال الاوجه في اشكال، المهم ما بقينا فاهمين والو. عاوتاني كيتشرط عليك في البحر، عاوتاني كديت العائله وكذا 30 درهم كيقول لك عطيني، يلا ما تجيب له 30 درهم. كاين اللي ما عندوش الله يحسن العام، كل واحد والاستطاعه ديالو. الشيء هذا خصو يكون قانوني، فهمتي؟ يكون مصرحين به قانوني، الناس يجيو عندهم يكون الشيء هذا مع عند السلطات. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.